وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه في نادي بيراميدز. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. خلينا نبدا مباشره ما بين ونبدا المقارنه الاولى ما بين ريني فايلر المدير الفني لنادي الاهلي وانتي تشاتيتش المدير الفني لنادي بيراميدز. طبعا مواجهه اوروبيه ما بين الاثنين المدربين، مدرسه سويسريه كرواتيه. يمكن تشاتيتش دوت كان ماسك منتخب كرواتيا. انا اقول انتي وخلاص، انتي عشان ما نلخبطش نفسنا ونلخبط الناس معانا. مدرب منتخب كرواتيا، كان ماسك مدرب منتخب كرواتيا ووصل معاهم دور ال 16 في كاس الامم الاوروبيه وخرج على يد البرتغال. تمام. فمدرب برضو ليه تاريخ كويس ان هو طبعا ماسك منتخب كرواتيا. ريني فايلر طبعا من سويسرا، 46 سنه، فرق السن 20 سنه ما بين الاثنين، 66 و46 لصالح طبعا انتي تشاتيتش. تولى المهمه منذ فايلر متولي المهمه من 31/8/2019، اما مدرب بيراميدز متولي المهمه في اخر السنه 27/12/2019. فايلر لعب في الدوري 12 ماتش كسب ال 12، اما المدرب الكرواتي لعب 5 كسب 3 اتعادل 1 خسر 1. النادي الاهلي بلا خساره حتى الان مع فايلر، احرز 35 هدف ومعدل 2.9 هدف في المباراه الواحده، اما بيراميدز مع المدرب الكرواتي احرزوا 7 اهداف بمعدل 1.4 هدف في الماتش الواحد. نيجي بقى اللي دخلت شباكه اهداف، هم مع المدرب الكرواتي ده دخل في شباكهم 4 اهداف في 5 مباريات، رقم كبير، دليل ان هم عندهم مشاكل دفاعيه وفي نفس الوقت على المستوى الهجومي كويسين. الكلين شيت عند النادي الاهلي 10/12 ماتش، اما عند المدرب الكرواتي مره واحده بس من 5 مباريات، وده بياكد ان هم عندهم مشاكل دفاعيه. طيب خلينا نروح للارقام الحقيقيه منذ تولي انتي تشاتيتش المدير الفني لنادي بيراميدز. طبعا هو في الخمس مباريات المدرب الكرواتي مع نادي بيراميدز ليه بعض الارقام المميزه في الدوري، برضه بتاكد القوه الهجوميه والتراجع الدفاعي. أيوه. القوه الهجوميه هم راحوا على معاه 69 محاوله في 5 مباريات، رقم كبير، بمعدل 13.8 محاوله في الماتش الواحد. رقم كويس قوي، يعني بيروحوا على الجون كتير قوي. تمام. المحاولات الصحيحه 18، منها 3.6 محاوله صح في الماتش الواحد، يعني 4 محاولات صح في الماتش الواحد، ده برضه رقم كويس. الكرات العرضيه بيعملوا كرات عرضيه كتير جدا، بيلعبوا على الاطراف بشكل مميز، 133 عرضيه، يعني بيعملوا حوالي 26 عرضيه في الماتش الواحد. الضربات الركنيه برضو كتير، عندهم 34 ضربه ركنيه في 5 ماتشات. اما عدد التمريرات بتاعتهم 1960 تمريره في 5 مباريات، يعني في الماتش الواحد بيعملوا 392، اما النادي الاهلي طبعا بيعدي 400 تمريره. طيب تشكيل متوقع لنادي بيراميدز؟ طبعا احنا يعني في ملعب الاهلي هنا كنا قلنا تشكيل النجم قبل كده وقلنا تشكيل الهلال في التشكيل المتوقع. النهارده ان شاء الله برضو يطلع تشكيل بيراميدز هو نفس التشكيل. يمكن هم بيلعبوا النهارده التشكيل المتوقع بتاعهم ان هم يبداوا بثلاثة ارتكاز. مين الثلاثة ارتكاز؟ دونجا وعمر جابر واحمد توفيق. تمام. الاثنين المساكين اللي ورا طبعا الحراسة المرمى المهدي سليمان. الاثنين المساكين اللي ورا علي جبر واحمد ايمن منصور. الباك اليمين رجب بكار. الباك الشمال محمد حمدي. التلاتة اللي قدام ابراهيم حسن واسلام عيسى وجون انتوي، طبعا في غياب عبد الله السعيد وغياب ايريك تراوري. فأربعة تلاتة، أربعة تلاتة اتنين واحد هو النهاردة عام هيعمل ستارة دفاعية في وسط الملعب بتلاتة ارتكاز، طبعا نظرا لقوة النادي الأهلي في الدوري، هيعمل نوع من التأمين بدونجا وعمر جابر وأحمد توفيق، هيعتمد على سرعة التحول من الحالة بيراميدز مع المدرب الكرواتي، أهم نقطة قوة عندهم سرعة التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، بيتحولوا بشكل ممتاز قوي وبيطبقوا الهجمة المرتدة، كان بصراحة عبد الله السعيد هيفرق معاهم، يعني عبد الله السعيد كان بيحولهم بسرعة قوي وكان بيساهم بشكل كويس جدا. النهارده عندهم ابراهيم حسن، عندهم اسلام عيسى قدام، برضه عندهم سرعه التحول. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع. طيب سجل بيراميدز مع انتي تشاتيتش المدير الفني لنادي بيراميدز 7 اهداف في 5 مباريات. طبعا السبع اهداف بتاكد، السبع اهداف منهم كام؟ ايه؟ 4 تمرير طولي في العمق، بيأكد ايه؟ سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. تمام. دايما بيتحولوا بشكل، قدامنا الارقام على الشاشه، وبيتحولوا بشكل ممتاز قوي. تمام. 4 تمرير طولي في العمق من 7 اهداف، اذا النهارده نركز على العمق، لازم النهارده سواء اليو ديانج بدا في حته العمق او عمرو السوليه يخلي بالهم مع الاثنين المساكين اللي هيبداوا. طبعا 4 تمريرات طوليه في العمق، ضربه ركنيه، ضربه ثابته، ضربه جزاء. عبد الله السعيد مساهم كام في كام هدف في السبعه دول في الفتره اللي هو تولى فيها المدرب؟ في 5 اهداف. احرز 3 وصنع هدفين.
وبالتالي طبعا غيابه اكيد هياثر مع بفريق بيراميدز. يعني نبص على الحالات الفنيه، هنلاقي اول حاله فنيه معانا اللي هو هدف لنادي بيراميدز في شباك الاسماعيلي من تمرير طولي في العمق، ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ايه سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وعندهم انتشار بكثافه عدديه كويسه جدا. يعني حوالي اكتر من اربعه تلاقيهم في منطقه الجزاء. بص حضرتك عبد الله السعيد لعبها ما بين السردباكين لدودو الجباس جابها جون، وبالتالي ده هدف من تمرير طولي في العمق مع المدرب الكروات. هدف مصر المقصة برضو سرعة التحول، أو سرعة التحول من الدفاع للهجوم من تمرير طولي، اتلعبت لمين؟ لمحمد حمدي، ده هجمة مرتدة، محمد حمدي الباك ليفت، اتلعبت له تمرير طولي في ظهر المدافعين حطها في يعني إذا مهم جدا إن أنت تخلي بالك إن بيراميدز النهارده هيلعب على المساحات اللي في ظهرك، خاصة إن النادي الأهلي هل النهارده ريني فايلر هيلعب بالدفاع المتقدم ولا هيلعب بالدفاع متأخر؟ ده هنشوفه، ده اللي هنشوفه في المباراة. هدف طيب. برضه لنادي بيراميدز من تمرير طولي في العمق قدام المقصه، برضه شوف حضرتك الهجمه سرعه الهجمه المرتده، الاول كانت بدات مع عمر جابر، عمر جابر لعبها لمحمد فاروق، محمد فاروق لعبها لعبد الله السعيد اللي كان واقف على اخر الايه الطرف الايسر حطها جون. فهنا اهم نقطه التمريرات الطوليه وسرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. برضه نفس الحاله برضه معانا اهي، هدف لنادي بيراميدز في شباك نادي مصر من اخر هدف جابوه في الدوري اللي هو بتاع اسلام عيسى. اسلام عيسى دخل للعمق ودونجا اللي هو لعيب مميز قوي للارتكاز لعبها تمرير طولي لمين؟ لاسلام عيسى، في نفس اتلعبت برضه تمرير طولي في العمق وحطها جون. اذا ابرز نقطه قوه عندهم هي التمريرات الطوليه في العمق والتحول من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه. طيب امتى بقى سجلوا 7 اهداف مع انتي تشاتشيتش؟ هنبص على توقيت احرازهم للاهداف، هنلاقي ان هم في الشوط الاول مسجلين 4 اهداف من 7 وفي الشوط الثاني مسجلين 3 اهداف. اذا في اخر الاشواط، في اخر الشوط الاول مسجلين 2 واخر الشوط الثاني مسجل 2. اذا في اخر الاشواط دايما بيراميدز بيسجل اكتر، الفتره المحببه لبيراميدز في التسجيل نهايه الاشواط. طيب 4 اهداف استقبلت شباك نادي بيراميدز 4 اهداف مع المدير الفني ليهم، كيف استقبلت او كيف تم استقبال هذه الاهداف؟ هم عندهم مشاكل دفاعيه بصراحه كتير، احنا حتى عرضنا الارقام وكلين شيت واحد بس في ال5 مباريات. عندهم مشكله بيراميدز من السنه اللي فاتت في الضربات الثابته والضربات الركنيه. يعني من الفرق اللي سهل تجيب فيها جون من الضربات الركنيه او الضربات الثابته. ايوه. الحاجه الثانيه المساحه اللي هي بتبقى دايما ورا محمد حمدي. النهارده مثلا لو بدا حسين الشحات ناحيه اليمين يقدر يستغل المساحه اللي ورا محمد حمدي، مهمة جدا نقطة ضعفهم. الحاجة التانية الاثنين المساكين عندهم مشاكل في الكرات العرضية واضحة، ايا كان بقى بدأ مروان او بدأ أليو باتشي اي واحد فيهم يقدر يستغل الكرات العرضية، لان الاثنين المساكين عندهم مشاكل في الرقابة في التمركز في الكرات العرضية. اذا ال4 اهداف رقم 1 تمرير طولي في المساحة ما بين الظهير والمساك، اتكلمنا وقلنا ان المساحة اللي ورا محمد حمدي النهاردة هتبقى نقطة ضعف واضحة. الحاجة التانية الضربات الركنية، قلنا إن عندهم مشاكل من السنة اللي فاتت في الضربات الثابتة والضربات الركنية. بعد كده الضربات الجزاء والكرات العرضية، قلنا إن عندهم مشاكل سواء علي جبر أو أحمد أيمن منصور في التمركز في الكرات العرضية. طيب خلينا بقى نروح للمقارنات ما بين اللاعبين، نبدأ بجونيور أجاييه وجون أنتوي. طبعًا أول حاجة الاثنين المهاجمين يعني. بس في حاجة بس قبل المقارنات اللي هي توقيت الاستقبال. آخر حاجة بس اللي هي توقيت الاستقبال لبيراميدز 4 أهداف. دي هنلاحظ حاجه مهمه قوي، ان بيراميدز بيستقبل يا اما في بدايه الاشواط يا اما في نهايه الاشواط. ده دليل على ايه؟ عدم التركيز. عدم التركيز. ان اللعيبه بتبقى لسه يعني ايه في الاوقات الحاسمه بتاعه الاشواط ما بتبقاش مركزه، فانت يا تخطفهم بدري في بدايه الشوط يا في نهايه الشوط. مقارنات ما بين جونيور أجاييه وجون أنتوي. جون أنتوي طبعا من غانا 27 سنه، اما جونيور أجاييه من نيجيريا 23 سنه. عدد المشاركات لجون أنتوي 14 830 دقيقة، أحرز هدف واحد بس الموسم ده وصنع 2. أما جونيور أجاييه لعب 11 مشاركة ب 863 دقيقة، أحرز 3 أهداف وصنع هدف، يعني مساهم في 4 أهداف، وطبعا لعب أقل 3 مباريات من يعني يعتبر لا بالدقائق لعب أكتر من جون أنتوي. طيب. وبالتالي مسجل أهداف أكتر من جون أنتوي. معلول ومحمد حمدي. الباك ليفت هنا والباك ليفت هنا، علي معلول طبعا 30 سنة لعب الموسم ده 9 مشاركات ب 810 دقيقة. علي معلول مساهم مع النادي الأهلي الموسم ده حتى الآن في الدوري في 7 أهداف، عنده 5 أسيست، بيتصدر قائمة الأسيست مع محمد مجدي قفشة وأحرز 2. أما محمد حمدي لاعب الموسم ده شارك عنده 4 سنة.
شاء الله. شكرا جزيلا، هطلع اشوف تقرير عن طاقم التحكيم واستقبل كابتن ناصر عباس.